حان لنا الوقوف على آخر المستجدات في عالم المال والأعمال في نشرتنا. الأنباء الاقتصادية لدى سارة نجيب. تفضلي. شكرا لكما إيمان ومصطفى. مشاهدينا، هذه جولتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، وشدد المركز على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى برعاية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 من يونيو المقبل، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة. وأوضح المركز أن هو يمكن لكافة أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من كافة المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية. تبدأ غدا فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 وحتى 26 من مايو تحت شعار حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا بحضور نحو 4000 مشارك. وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999. كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التموينية. بعث محافظ البنك المركزي حسن عبد الله برسالة ترحيب لجميع المشاركين في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماعات التي تستضيفها مصر للمرة الثالثة. وخلال كلمته أشار عبد الله إلى توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث الهام. كما أكد محافظ البنك المركزي أن اجتماعات العام الحالي تأتي خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والإقليمي، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤ في النمو وارتفاع التضخم وتزايد التوترات الجيوسياسية. تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق ليسجل 7.1% من إجمالي قوة العمل. وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض معدل البطالة بين الذكور إلى 4.5% خلال الربع الأول بعدما سجل 4.7% في الربع السابق. كما تراجع معدل البطالة بين الإناث إلى 19.2% بعدما كان 19.3% في الربع السابق. قام وزير البترول طارق الملا بوضع حجر الأساس لشركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، كما فتح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، والتي تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي. وأكد الوزير على أن المشروع الجديد يعد واحدا من مشروعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية. كما لفت الوزير إلى التعاون الواضح مع جهات الدولة في تذليل أي تحديات قد تواجه الإسراع بالمشروع الجديد في ظل توسع الطلب المحلي والعالمي على منتجاته من سماد نترات الأمونيوم. النهاردة بنحاول نخفض استخدامات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ونبتدي نعظم من استخدامات القيمة المضافة مثل صناعات البتروكيماويات، صناعات الإسالة، صناعات تحويل المنازل للعمل بالغاز الطبيعي بدل من أنبوبة البوتاجاز الاسطوانة الطبيعية، أو استخدام الغاز المضغوط كوقود
بديل للبنزين. عندنا اثنين مشروع او مشروعين ضخمين جدا موجودين في شركه ابو الاسمده. مشروع بيتم افتتاحه التجريبي بالفعل النهارده، وهو مشروع معالجه محطه مياه الصرف الصناعي، وده من اكبر المحطات اللي موجوده في مصر كلها تم انشاؤه. ثم المشروع الثاني وهو انشاء شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، وده مشروع ضخم جدا بتكلفة 10 مليارات جنيه. يهمني جدا أنا كمحافظ اسكندرية إن المشروع ده بيحافظ على البيئة، بيحافظ على مكافحة التغيرات المناخية. في أسواق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات مستهل تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب الأفراد. وسجل رأس المال السوقي للبورصة مستوى 1.9 تريليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 9.69% ليغلق عند مستوى 16860 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة المتوسطة EGX70 بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة. في منطقة الخليج، اختتم المؤشر السعودي تعاملات اليوم على استقرار وسط تعادل في عمليات البيع والشراء بعد تعليق مفاوضات لرفع سقف الدين الأمريكي. وسجل المؤشر السعودي تراجع هامشي بلغ 2%، كما هبط مؤشر بورصة سلطنة عمان بنسبة 27%، في حين صعد مؤشر السوق الأول بالكويت بنسبة 45%. وفي قطر ارتفع المؤشر بنسبة 1.1%. نهاية جولتنا الاقتصادية التاسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى إيمان ومصطفى، إليكم. شكرا لك سارة على هذا العرض.